السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله خلينا مختار. اهلين اهلين وسهلين. اهلين شي دراسي. تفضل تفضل عم يتفضل انت ضيفنا. الله يخليك شي دراسي. خير يا مختار، ليش تاخرت؟ ان شاء الله ما في شي. والله كنا بالهياله علقانين اهل الضيعه مع بعض، وقعت ثلاث قتله والدنيا قايمه. يا لطيف يا لطيف. خير يا مختار، شو السبب؟ هذا جاي ضيف لعند عبود الطن الله يرحمه. عبود الطن ما غيره. ليش عبود الطن مات؟ ايه انقتل اليوم بهالدوشه اللي صارت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه والله، وهالضيف لعنه الله عليه على كل اهل الضيعه مع بعض. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ميت اهلا وسهلا يا جماعه، يا ميت اهلا وسهلا. شرفوا تفضلوا على الميسور سيدي. شرفوا. لكان منكمل قصه الهياله بعد ما متعشى. شرفوا يا جماعه. شرفوا سيدي. بس والله كثير هيك لك ابو حسين، مو كثير والله. معذب حالك سيدي راسي، الله وكيله. لا يا عم، انت ضيفنا. هذا واجب يا ابو نجيب، واجب يا صهر. الله يكبر واجبك سيدي راسي، الله يكرمك. الايام جاي وان شاء الله منزورك بالشام، ووقتها منقول لك اكرمنا. ميت اهلا وسهلا، الله وكيلك سيدي راسي. انتوا بس احضروا، والله لا يحضر واجبكم. شو حكي؟ حريا يا اهل الضيعه حريا. مختار احترقت الدائره تبع البيك الله يرحمه. لك مرته الفايزه خانم جوا لحالها. لا حول ولا قوه الا بالله. قوموا يا جماعه قوموا. شلون على هاي العنات في انا؟ قلت لك شلون على لك يا نجيب؟ سيدي تحرقوا، استسلم وين اكون؟ يا سلام يا سلام. اهل الحارة ابو نجيب اكل الطبع على طريق الخطى. يا اهل الحارة. يا لطيف يا لطيف، شو الحكي يا؟ مثل ما عم اقول لك يا تيسير، هيك كل اهل الحارة عم بيحكوا. مين هذا اللي عم يحكي الحكي؟ كل الناس. لا اله الا الله. ابو نجيب راحت عليك يا ابو نجيب، والله راحت عليك. لا وعم بيقولوا مو ضبع واحد، سبع ضباع. سبع ضباع؟ اي والله هيك عم بيقولوا. يا لطيف يا اخوتي. وقال مو مخليين منه شيء، اكلينه بعظام واواعي. يا لطيف. سلاما قولا من رب الرحيم. لك حتى حمارة ابو رضا اكلينه. والله اشعر بدني كش بدني. مو معقول. وقال ابو نجيب مو بقيان منه غير طربوشه وسكه بس. اي والله. على السيره على السيره، نسيتيني رح يحترقوا الاكلات. شو سعاد، ابوكي حكى شيء مع المختار عشان سميحه؟ لا، وشكلهم ما رح يحكوا بنوب. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك. اموره؟ ايه. تقبريني زكاتك كاسة مي باردة. ايه شو عليك؟ كرم عينك. احكي لي شو صاير؟ يا ستي اجت ام صفوان لعنا وقعدت توشوشة لامي وتوشوشة. ما بعرف شو قالت لها، بس انا سمعت اسم سميحة ومن ساعتها امي تغيرت. الله لا يوفقك يا صبحية. لك شو حاكي على البنت؟ بس لا تجي بيصير لحدا انه انا حكيت لك. لا اطمني، انت ما حكيتي شيء. يا اهلين وسهلين. شو مخيرو؟ امتى ان شاء الله رح تكتبوا الكتاب؟ والله هلا اجلناها شوي. تفضلي خالديبي. لامتى؟ لحتى الله يريد. يو على علمي يعني كنتوا مستعجلين. اربع اطباق. اربع اطباق. اربع اطباق. الله اكبر. سخت الاول. ايه. نفست الثاني. ايه. فتحت الثالث. ايه. اخذت الرابع. الله اكبر عليك. لكن عمي طبع، هذا طبع نقط مو بالسيف. طبع هاد لحاله بيعرف مين الرجال ومين الحريمين. يا ما كل قضايا طبع سلاح كمان. يا لطيف لهالدرجه؟ ايه لهالدرجه. شوف عيني الطبع بده قدامه قضاي المحاضر وما يهاب الموت. انا ابو صياح بدي اسالك سؤال. إذا في حالة بيطلع لك ضبع مثل أبو نجيب شو بتساوي؟ ها شو بتساوي؟ والله لا أكله بلا ملح. ذاتا مثل ما قلت لك، هو الضبع لحاله لحاله بيعرف مين القبضاي ومين الحريمة. مرة على طريق داريا. ايه. وهو يهرب مني يهرب مني مثل الأرنب. هو بيعرف حاله إنه ما نؤدي، ما بيسترجي يقرب علي، ها ما بيطلع له معي بنوب. مرة بهالزمنات كنت رايح على دوما بالليل. ايه. شو ايه؟ شو عن على بالي يا قبضايا؟ عن على بالي صحن لحمة جمال. قلت يا نصري خدم قطعة بهاللحمة. وقس أربع أطباع. الله أكبر. أربع أطباع من الجهات الأربعة. قطعت لك على أول واحد.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يلا لكان نروح نادي على المرحوم بالمادنة وابعث كم واحد يحفروا له القبر. خلينا نتروى يا شيخي لنشوف إذا بقيان شي من جثة المرحوم. والله يا مختار عم بيقول مو صفيان منه شي غير السك تبعه وطربوشه. مين اللي عم بيقول هيك؟ مين شاف القصة؟ شلون صارت؟ وين؟ والله ما بعرف يا مختار. أنا أول ما دريت قلت لأجي خبرك. شغلة بتحط العقل بالكف. قال سبع ضباع اللي أكلنه هو وحمارته. والمصيبة الحمارة مو له، لا أبو رضا. هلا مو المشكلة مشكلة الحمارة يا مدام. الله يرضى عليك، بعد حدا يخبر أخوه فارس. لازم لازم. رحمة الله عليك يا أبو نجيب. بتعرف لو المختار دري إنك أنت مطلع الإشاعة ليزعل منك كثير؟ لك يسكر عرضك وقت صوتك لا تقول لحدا أبو رضا. لك أنت ليش هيك طلعت الإشاعة؟ مشان شو بتبطر؟ لك والله مضطر، بس كانت هيك مزحة. لا عم هلا شو بدي له المختار إذا بعد تسألني؟ والله أحسن شيء وينك؟ كف مغيب. أبو ياسين؟ أيوه. الله يستر عرضك، دير بالك على الدكانة، مين ما سألك عني قل له ما بعرف وين راح. ليك؟ هي أبو رضا عندك قاعد هو. لك خلص أنت دير بالك، السلام عليكم. توكل الله. بدي الوقت تسبب. هلا صار بدك تتسبب. هي أبو رضا. المهم لقينا بيت مشلبة واستكريناه على طول. كثير منيح. وين البيت؟ هون بول الحرب. ايه شو عليك؟ يعني مبلش نحضر للعرس اخي؟ طب انو عرس هذا؟ انو عرس؟ لك مالك شايف الحاره قايمه قاعده مش انا ابو نجيب؟ ولك الزلمه اكلت طباع بالغوطه ونحن بدنا نعمل عرس؟ هي مو وارده منوب ليك؟ اوهو علينا، هلا خلصنا من قصه ام نجيب، اجينا لابو نجيب؟ لك يا اخي الاصول اصول، شو بنا؟ يا حسرتي عليه، عاش حياته مرمطة بمرمطة، شح وراح دخلك، شو أخذ معه؟ ليش قليل كيف عاملها لأم نجيب؟ الله يرحمها، العمى شو تعترت معه؟ إيه ما شافت يوم حلو بعيشته، وحتى موتها قبل أوانه. إيه والله، تعرفي إنه أم نجيب صغيرة مالا كبيرة، أنا أكبر منها. لا. إيه والله، بس يا على قامتي، عاشت حياتها قهر بقهر. خلقت يتيمة. ولما كبرت شوي أخذوا إخواتها اثنين على أخذ عسكر وما عادوا رجعوا، مشان هيك انجبرت على عيشة أبو نجيب وهو استوطى حيطة. إيه الله يرحمون. إيه ستي ما قلتي لي شو صار معكم مع بيت أبو خيرو؟ والله الفار عم يلعب بعبي يا ديبة، لأنه لما رجعنا من الحمام ما فتحت لي سيرة بنوب بنوب، ولا كأنه حاكي أنا وياها بهالموضوع. لأنه المي عم تمشي من تحت رجليك يا أم وضح وإنتي مانك حاسة. يو شو قصدك يا ديبة؟ قصدي مرت أخوكي هالشرنة الله لا يوفقها رايحة لعند أم خيرو وحاكي عليكم شروي غروي، وحتى حاكي شغلة والله العليم على هوا ماني سمعاني إنها جايبة معدل سميحة خصنص. يو صبحية؟ أي صبحية الله لا يوفقها. إيه بس على علمي أم خيرو ما بتحبها، لك حتى على الحمام ما عزمتها. يولواه الواه طول عمرها حركة وفتنية وبتدحش حالة دحش. وانتي مين قالك هالحكي؟ سعاد، سعاد بنت ام خيرو حكيت بينا وبيني وترجتني وأمنتني اني ما اجيب سيرتها. دخليك وما عرفتي شو عم يحكوا علينا؟ لا والله، لانه سعاد سمعت ام صفوان عم تحكي مع ام خيرو وشوشة، بس سمعتها عم تذكر اسم سميحة، ومن ساعتها ام خيرو تغيرت من وقتها. آها معنات الحكي اللي حكيته مو قليل بنوب، حتى غيرت ام خيرو رأيها بسميحة. شو رأيك بكرة بروح أنا وياكي لعند ام خيرو وبتحلفيها يمين بتسأليها شو حكت ام صفوان عليكم، وإذا سألتكم شو اللي دراكم قلي لها ديبة شافت ام صفوان وهي طالعة من عندك، لأنه خطي ما بدي جيب سيرة سعاد. هو هيك. يلا يا مو بس على السريع خلينا نروح عند بيت حماي مشان لون العرس تأجل. ايه يا مو ايه. بس يا مو انت ما قلت لي دفنوه لأبو نجيب؟ دفنوا مين؟ أبو نجيب. أبو نجيب ما لقوا شي منه، الطباع أكلته كله لحتى يدفنوه. ياي ياي يا لطيف على الموتى ما بشحها، دستور كشفرة وبعيد. لا حول ولا قوة. شو يا رجال؟ عرفتوا لنا شلون اجى الخبر من جابه؟ لا والله يا عقيد ما خلينا حدا إلا وسألناه ما وصلنا لنتيجة. من شوي كنت بالقهوة أنا وأبو فارس أخوه لأبو نجيب، ما خلينا حدا يعتب علينا إلا وسألناه. لا إله إلا الله. وعزمت لك على الضبع. وما عاد
ما عاد شاف قدامه غير نصري عم بياخذ يمين وشمال. وي لعبتي 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 شايف عفوت من هولك هول حرام يم هول فوق يلا يلا محمود يلا لك يلا شبكي سلام قبل رب بسم الله عليكي بسم الله الرحمن الرحيم يا ما في شيء لك لك ما بسم الله ما متأكد الله وكل شيء تبعينا عقيد ليك على هالقصة السلام عليكم السلام عليكم طيب نجيب عيش ايه هلا عم بيقولوا انه متزوج كان راكب على حمارة ابو رضا وجارته ماتوا وراها صدقا من الاول كان عندي احساس انه ما راح يموت لانه زبادي المال ايه ما بتتكسر تفضلوا يا جماعه تفضلوا يا الله يا الله تفضلوا